عسى مريت ان شاء الله امركم استزيد، ان شاء الله تبدا لبسه معكم ويش. سامحوني كان متغش شويه توي، كان متقلق شويه نخاطر عملت فيديو على بوكيمون جو، وسامحوني عملت عليه فيديو جو طلعت خطيره برشا. اللعبه ذي طلعت تستغل فينا باش نوليو جواسيس البلدان نتاعنا، نخاطرك تستعمل في الكاميرا باش تشد البوكيمونات، ومع ذي باش تستعمل الكاميرا باش تعمل معاها الانترنت، سو تصور كل اللي باش تصورهم باش تمشي للسيرفور نتاع الجو. في نفس الوقت باش تحل تلعب تستعمل الجي بي اس، وبجي بي اس يحدد البلاصه هذيك نتاع التصويره فين، ويجم يعرف برشا بلايص على تونس ولا على اي بلاد في العالم خاصة البلدان العربية. في نفس الوقت كي تجيبش تلعب لازم تستعمل الجي بي اس، والجي بي اس يحدد البلاصة نتاعك فين، تجيبش تعمل تصويرة ولا يشوفك انت فين قاعد تتحرك، هذا تولي حرمة شخصية، وتولي يعرفوا برشا بلايص على البلدان أخرى، ويعرفوا مثال التصويرة ذيك فين صورتها، ويشوفوا الأسرار نتاع البلاد. واهم حاجه واخيب حاجه في هذا كل هي راك انت كي باش تحل تلعب تحل بالايميل نتاعك، يعني الايميل نتاعك باش يولي بيراتي. What the fuck, what the fuck. وو ننتبه، وو خريتو فيه، خريتو عليكم مع رب، خريتو فيه، خريتو فيه، خريتو فيه. عبيد وصلت للقمرة واحنا شحليمة شلية كالسون متاحة، خريتو فيه. يعني ام هو ما يجمش يشوف، يعني هو الماب ولا ما يجمش يشوف ام اي بلاصة. حاسسني العرب عندهم جيش يشوفهم، عنده ترشنية العرب، شعنتنا العرب، شعنا ما يريد كان الام العرب، عرب زايد عربي عربي العرب شنية. ذي جو جو هذي مسونية، ينعم جو هذي مسونية، يدين والديك يختار والدينا من ام المسونية، كل شي ماسوني، كل شي فيه عمل ضد العرب. العرب باش عندهم باش يعملوا ضدهم، ترميوا بيناتهم كلمتين تو ياكلوا بعضهم، يفيقوا شوية يا معلم. والمرة هذه عدخلت في اللعبة جوهرة فيم، ودخلوا أكثر يوتيوبر كنت نحبه راغب أمين خلف اللعبة، زاد هو طلع مدك، أكثر واحد طلع مدك هو راغب أمين، جوست طيارة في الأفورماتيك، وطيارة في الواحد طلع ما عندوش مخ، جوست مخه كان في حكاية حاجات كيف باش تتعقرب على العباد، ماك حكاية باش يخدم مخه وما يجمش يخدمه. هبطلك فيديو قالك شنية، قالك اللي الجو هذيك هذيك جاسوس، تخدم جاسوس للغرب، تخدم جاسوس النيتاندو، نيتاندو يعني فيقو أمان، فيقو بجاه الرب الكريم، فيقو. وجوست نعطيكم حاجة بركة تويك قبل ما تشوف الفيديو، خاطر كبش كامل الفيديو باش نبدا نسخن برشا باش يبدا مخي بو باه. باش نعطيكم حاجة، الجو هذي مزيت ما تحلتش في العالم كل، اوكي باه، يعني باش نعطيكم تو الستاتيستيك تاع جو مزيت ما تحلتش في العالم كامل، مازالوا تستيو فيها اوكي. المرابيح متاع شركة نينتندو اللي هي بالجو ها وسط 8.5 مليار في 3 ايام، والجو هذي مش محلولة في العالم كامل. الجو هذي بركة، شفتوها الجو هذي بركة ها، الجو هذي اللي عمل لهم ماسوني ها، 56% من ميزانية تونس، تونس بلاد اللي هي ماشي بلاد ها، 56% 8 مرات. هذا الموضوع اللي نحكيو فيه ديما، ونحبوا نوصلوا للوزراء وزير التكنولوجيا وزير السياحة وزير راس لمبول، 8 مرات قد اللي دخلته تونس في السياحة، دخلته ام شركة في لعبة اللي احنا نار كامل تزوا في القفة التوريس على كعبتين بوذا الروح يجيبوا فيهم ها، هما يدخلوا بوم ديفلوبيو جو ها، ياخذوك الجو هذيك تولي طيارة وتنتشر في العالم كل ها. 8 مرات تدخل متاع السياحة متاع تونس في 2015 اللي هي 2016 تكون اكثر على الحيط، و13 مرة ميزانية وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي. يعني شفت الجو ذي ها اللي احنا عملناه من ام الثورة حتى التويكة ها، الوزراء متاعنا والحكومات وكريقة ذاك اللي دخلته هي، ما دخلوش الحكومات اللي شدوا ام تونس كل. ويجيك بعديك واحد مريض
ولا يجيك ام جوهرة افام ولا اي افام ولا اوران اي شركة ها تاع راديو ولا هكا قول اللعبة ذي اختر عليك خاطر قاعد تعمل في الكاميرا. يدينا ممكن بقيته كان يا في ام هذا يا حرام يا حلال يا الجو هذه اختر يا هذه شنو يحكيوا في الواقع شويه فيقوا راهي التكنولوجيا هي كل شيء راهي التكنولوجيا هي كل شيء. وزير مازال يحكي لي على السياحه باش دخل الكلورو يفيقوا شويه يا معلم السياحه عمرك ما هيش دخل الكلورو بلاد بيركه لازمك تعاون العباد اللي ديفلوبي عن عباد ديفلوبي عاونهم خلي يصنعوا حاجه تحفونه تو يدخلوا الكلورو سيب ام البيبر البيبر سايبوا العباد اللي تصنع العباد اللي تدخل فلوس مش العباد اللي تخرج فلوس ومن بعد سايبوا للناس الكل حبوا تربحوا الرويت حطوا بروجي كيما انا هكا اعملوا دي بروجي اعملوا حكايات هكا حكايات اللي تدخل لورو صحيح مش تدخل لورو المضروب متاع التوريزم متاعكم التوريزم اللي هو صفر بلاد صفر سياسة صفر عباد شاد الحكم صفر عباد بخاخة راكدة واحد حاطينه بنك المركزي كان يخدم في السودان ولا فين 10 سنين ما يفهم شيء في اللوم لورو ولا فيش فيش تحكي لي يا معلم فيقوا شويه فيقوا شويه ام تويك العالم كل تكنولوجيا واحنا مزلنا دين ام الانترنت على الحيط تخدم دنيا كلها تكنولوجيا لازمك تدعم التكنولوجيا حاجتك باللورو تعمل التكنولوجيا تدخل فلوس بالتكنولوجيا كل شيء بالتكنولوجيا يفيقوا شوي والعرب برأس أمكم نقصوا منها حكاية الماسونية كل شيء ماسوني في الدنيا كل شيء عاملين أي حاجة يعملوها الغرب للعرب العرب راهم طيارة ولدي باز راهو عملوا الحكاية ذيك العرب العرب عنا أقوى جيش عنا أقوى تكنولوجيا عنا النووي عنا كل شيء عنا احنا العرب هاوك علاش هما يتبعوا فينا يتجسوا علينا يعني هم خاطر احنا مسكرين الجي بي اس مسكرين الساتيليت ما يجمش يصورونا من الفوق يا اخي قالوا برا نعملوا الجو هذه نخسروا عليه برشا فلوس باش نوليو نجسوا على العرب تفيق شويه تتساحي فاتوني الفيديو الاولاد وهذه فيديو عطاين خاطر بالحق قلقت منه الموضوع وان شاء الله تفيقوا شويه تويك العباد والله لا تربحكم يا العباد اللي كيما مثل هذوما العباد كيما متاع جوهرة اف ام وكل شيء وكيف اليوتيوبرز اللي يخموا فاسون ذي يزيدوا يدخلوا ام بعضها كل شيء ماسوني كل شيء يعملوا فيه باش يهلكوا العرب احنا ما هي احنا هلكين رواحنا برواح وفيت وين الفيديو الاولاد بالسلامه.